شاركنا الجلسة بارك الله فيك، شاركنا الجلسة. نبي نتحدث شوي عن وقف اليتيم الأول مركز عمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير. منوذي مع أخواني والضيوف، الله يحييكم تحيات أمطر. نبي كلمة عن وقف اليتيم الأول التابع منطقة جازان. نبدأ مع الشيخ أبو روان. الله يحييك أبو روان، كما ذكر وسمعنا عن وقف اليتيم الأول، نبي كلمتك عنه طال عمرك. طبعاً الوقف يختصر للناس موضوع فين أبحث عن الشخص اللي أنا أتصدق عليه. يعني في الزمن الماضي كان الواحد عنده فلوس بس ما عارف كيف يتصدق. الآن الحمد لله الأوقاف اختصرت لنا هذه الأمور. الأوقاف اختصرت لنا هذه الأمور، فموجودة يعني موجودة آلية تسهل لك سهل الوصول إلى اليتيم، الفئة المستهدفة. صدقت. سواء كانوا أيتام، محتاجين، أرامل، إلى غير ذلك. فمجرد الدخول على التطبيق حتى لو ريال واحد، صحيح، لا تحتكر هذا الريال لأنه قد يكون فارق في دخولك الجنة. بإذن الله. بإذن الله. بعض الناس تستوي عندهم سيئاتهم وحسناتهم، لكن الهالة هذه اللي تصدق بها تكون فارق كبير جدا. قدمت بدلك أحلى شيء. شكلي بطردهم والله. ترى بديكم الموجه ولا المدير؟ والله النذا. أنا أتكلم. والله النذا. هذول عندهم فرط، هذول ينفعون الريالتي ذولا. يا أخي هذا بلشة، هذا بلشة. والله والله لبلش مني بسمع. جنبي يجي. يسألون يسألونكم. يا رجال من أول. يشاركون في برامج واقعية. واقعية. من أول أسبوعين. يسمعون برنامج براجل. فيقولون ودنا نسجل فيه، فقلت الشباب بنجلس معهم اليوم نعيش رياليتي على رياليتي. سجل يا رجال اتكع الله بارك التوفيق. والله اني انا ودي، بس ان مشكله عندي يا ابو عبد العزيز العمل. الا والله ودي ما اقدر اخذ اجازه بدون الراتب والاشياء، هذا الكلام ما هو عندنا بالله. والله اني اتشرف اني اكون معكم والله العظيم. خذوا حسن فاضي، لا عنده لا شغله ولا مشغله. الدجاج يخليه لي. اسمع برنامجنا خلاص قد مضى، برنامج الجيم، برنامج مراجل قدم فيه وعش ريالتي ياخذها. شوف المراجع. اسمع اسمع بتصوم مضبط اصلح لك. عندي مشكله في المراجع. حسن برنامج المراجل. حسن برنامج المراجل كانك عايش حياتك الطبيعيه. والله يا المشكله حياتي الطبيعيه كلها ظاهره. بس بس اسمع. لازم يعزم كثير. ها خيال وبال وكل شيء. حسن الروايه ابي يعزم، ابي يعزم كثير عشان المراجل عاد لازم تعزمهم ولازم تصرخ الذبيحه. الشباب والله كثير يصرخ دجاج على كيف، وهم يصرخ الدجاج على كيف. تقريبا 45 ذبيحه فاجروا كيف المراجع. المراجع كلهم ذبيحه. ما عاد نبغى 90 يوم. حسن كل يوم ذبيحه. انا ما ادري كذا. حسن حسن قول ما عاد نبغى لا مراجع ولا شيء. بطلنا المراجع. حسن تصرخ ذبيحه؟ ها تصرخ ذبيحه؟ اصلخها متاكد. صلخ بالخيزران. ايش حسبت بس برام في الواقع يصرفون. ركوب الخيل تتقنه؟ ها ركوب الخيل عفا عليك. والرمي تركب الخيل يا حسن ما شاء الله. ها تركب الخيل ما شاء الله. بعض الايام زين جميل. اول برايم فارس. فارس اول برايم هو خروج هذا. هو يا كثر ما يطلع من فواصل. هو حسن يقول لسان حاله مثل الشاعر اللي يقول ولي ملحم ولي عزم يشق الماء شقه شقه ويكسر بيضتين على التوالي توالي ويقطع خيط قطن بعد شد اذا ما الخيط كان على الحلالي. كمل والله. احمس في الوغى ابناء قومي واحمي ظهرهم عند النزال، فان فازوا فان هزموا فقد سبقتهم جميعا. الله بركاته حالي. ارحبوا شكله ما فهم القصيده. والله ما فهم بعيد طيب. ابو ملحم كيف نعم عليك زود الله حيه. هلا هلا يا هلا وسهلا. شلون صحتك؟ صحتك طيب. حسن روان انت قاعد عادات تقاليدنا انت ما تطبقها. دقيقه دقيقه انت فهمت القصيده؟ هذا الشاعر هذا الشاعر فهمت القصيده ولا لا؟ صدق والله عيد عيد لك القصيده. انت فهمت ولا ما تفهم؟ علمني بس. لا يفهم يفهم. القصيده يقول الشاعر احمس في الوغى. هذا واحد كان معها سيف من خشب حلو ويطلبون منه يروح المعارك ما يقدر. سيف من خشب؟ اي سيف من خشب.
سيف الشبح حقه خشب، خشب هو نفسه السيف كله خشب، كله خشب، فيقول له روح الساهر الرئي والله فيقول له روح جاهد قاتل مع الناس، قال ايش مع قبيلتك، يقول فيبدا ينشد شعر يقول احمس في الوغى ابناء قومي، يحمسهم يشجعهم الحرب، واحمي ظهرهم عند النزال، يعني يكون هو وراء، فان هزموا سبقتهم جميعا، شرط اول واحد يا سلام، وان فازوا فقد دبرت حالي ولي عزم، شوف العزم حقه، يشق الماء شقه سهل شقه، ايوه، ويكسر بيضتين على التوالي على طول، أيوة. ايوه ويقطع خيط قطن بعد شد، القطن بسيط يعني. اذا ما الخيط كان على انحلاله، اذا كان لوحده، هذا انت تقصدني بالشعر ذا، هذا الشعر مو يقول لك انت فارس والله يا مروان رجال يا اشعر اسمع خلص حق سنتين ورا اليوم خلص مروان وانتصر في حقوق اليوم هذا زي الهدف الذهبي، تذكر الهدف الذهبي يوم يخلص المباراه في اخر دقيقه، ايوه اجل هذا هو الهدف الذهبي. طبعا عون ما شاء الله تبارك الله، ابو عون فكاهي وراعي مراجل، الله يعطيك العافيه، وراعي ما شاء الله، الله ما نسى سوالف وقصص، والله ما قد ذكر لنا مره في قصه لها مواقف مع امه، ان كان الله يحفظها وادعو لها أبا الحفظ و... الله يحفظها، الله يحفظها. اذا بتجيب لنا الموقف عشان نبغى نروح عندنا حاجه حلوه. اي موقف؟ ها اي حصل مواقف كثير مع شكله مع امك دائما تهبل بها ودائما تدعي لك هي، الله يجزاها مره الله يطول في عمرها اللهم اخذت انا وقتهم مسافرين وانا شقي شقي لا بعد حد وابين من شكلك ايوه ف حلو كنت ولا زلت ها كنت ولا لا فارس خذ راحتك قص جبهات يعني خذ راحتك يا فارس اي نعم من اول وانس انس من اول انبرش لا لا ما والله هدي انبرش على حسن فكانوا مسافرين ولهم يعني فاضيين انهم يشيلوني كانت مراجعات مستشفى زي كذا فزعلت انا وابغى انتصر باي شكل من الاشكال عشان هي السبب يعني قالت خلاص وطو ما لي لو اقعد اطالج تعرف الام مع ولدها على طول يعني قلبها مع ولدها وعينها مع ولدها ولا هي فاضية أنها تشد نفسها في ذي السفرية تبغى تخلص بس ترجع فأبغى أنتصر بأي شكل من الأشكال جهل وقتها أخذت غرض لها من الدولاب على ما يقول بدر الظفر الظفر ذا عندنا مثل الطيب كذا في الرأس يحطون النساء هذا فكسرته الشاهد من الموضوع أنها بعد ما رجعت حصلت الله ثرت الظفر ذا فأخذت لها سلك كذا ضرب لم يعني معروف شيء بس كذا بس مش حالك فحطيت إن السلك ذا ضرب في عيني حطيت إنه هو ما ضرب في عيني فحطيت إنه حوال سوى نفسه حطيت إنه ضرب في عيني فرحت كذا حطيت والله أتكلم وأنا صادق حطيت حتى الصابون والصابونة فعين ابغاها تحمر لا خلتها تضربك ولا الصابون ابغاها تحمر بس العين يا العين ابغاها تحمر والله عاد حمرت العين رجعت عندها اعجب كذا طحت خلاص اني مره المنتهي فيلم يا ولد ما فيلم مجرم يصلح الواقع ولا يصلح الواقع نجم التمثيل ياخذه المهم ف ذاك اليوم هي يعني عاشت ليلة قلبها مقطوع على ولدها فخرجت الله يسعدك وحنان الأم لأبعد حد خدته ذاك اليوم يا سلام ثلاث أيام ولد ثلاث أيام أنا في حنان ما يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى وتلبية احتياجات لي صرت ما عاد اقدم يعني مقدمات جيب ذيك ابغى هذه ابغى فلوس تجيني من دون ما اطلب يا سلام صبون خلينا نخبرك شاهد في الموضوع اني خدت الحق والباطل منها انس ما بعد سخن انس عرفت الظاهر شكل انس يحطك كذا انا لا اخذ قاعده انس لازم ياكل شيء انا داري داري الحين بنحل بنحل ريالتي وضحك وبسط انا سالم ابوي مضحكه غير اذا فيها اذا الوقت سيء لا لا راح 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 هذا مره يا ابن سخن انس مطول حسن ديزل لازم نعيش حسن عندك صدقه اسلم انا مره انا سني صغير
يمكن 16 سنة 17 16. الحين شايب الحين اي شيء مالي راسي. المهم قالوا اخواني روح خذ مفتاح الشاي، خذ مفتاح الموتر حق ابوي، روح جيب لنا عصير من البقاله. ما اذهم ما اقدر اروح على السياره لحالي. جيت ابوي قلت له يا بعطني المفتاح بروح اجيب اغراض. الساعه 1 الظهر 12:30 قال سمي ولدي تفضل اجي علي، روح خذ العصير والزبادي والشطه وجيبها بسرعه. الحين في بر، ما احنا في مدينه، في بر، والمحطة تبعد من البيت يمكن كيلو ونص كيلوين. أنا شغلت الموتر والطامر عدلك شو مثل الحين أعطيها اثنين وأجي عند البقالة وحصل عامل معرض من قدام البقالة وأجي غدا أقعد أجي غدا أطرده أطرده وأفحط وأفحط تملي محتوى ذا قريب. إيه أثاري الشايب في البيت وشوف العجة. أخذت العصير ورحت. يوم جيت البيت لأن أبوي تو الباب معصب، بين على وجهه أنه معصب. جيت طفيت الموتر وخذت العصير وحولت لأن خزران معه يجلدني، وأدخل أدخل أنا وهو يركب الموتر ويروح المحطة. أول ما جاء عند المحطة عين العامل اللي كنت أطرده، قال ولا تبغى يدعسني وكذا، وعلمه الكلام كله وعلمه بجرتي يوم فحط وعلمه علمه. أول يرجع أبوي وقف عند البيت وادخل، انا شفته جاء ادخل الغرفه واتكفل. قال ما انا مسوي لك شيء، ما انا مسوي لك شيء، افتح الباب. يوم فتح الباب فتحت انا الباب وادخل علي وكتفني، حملني في صندوق واربطني والله قوي هريفي 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 واربطني لين ربط، ما اقدر ابك عمري هيابا وابكي. قال امشي اوريك الحين اوريك. يروح ما مدع لهم معي صابون، قال راح اعطيك وديني البقاله. قال هذه جرتك، هذه جرتك وانا واقف قدام العالم العادل العامل يضرب بالخزرة يضرب ليه انت مدت. عقبه خيت شهر ما اقرب، خيت شهر ما اقرب البيت ولا الموتر ولا السياره، الغرفه طايح. عقبه ما عاد فيه لا تفحيط ولا يطرد عمار تخابه عشان يثبت عليها الجريمه ويضربه صح. يثبت عليها الجريمه بلد الله كل شيء بلد الله. لكن الحمد لله ترى سامحني عقبها وافلحت. اي والله طلعت افلحت الله. انا قاعد في قناه الواقع. طيب معنا معنا اليوم عويد الزهراني جاينا من الباحه. وعويد ما شاء الله من مشاهير اليوتيوب، شو يسمونه يوتيوبر؟ يوتيوبر انت جيم انت؟ انا من ايام ال شو اسمه؟ انا ما اعرف الاسماء هذه. يقول لك انت يوبر. ها؟ انت يوبر يعني انت اوبر، يعني باقي لها انت اوفر. انت اوفر انت اوفر مره. تفضل عويد تفضل عويد، ودنا يعطينا بعض المشاهد اللي حصلت له واشتهر من طريقها واثرها على الناس. والله قد مع زوجتي قد رحت سوق عكاظ في الطائف. حلو. توني عاد معروف ذاك الوقت. الحين ما صرت لا لا وقتها توي بديت في السوشيال ميديا. اي اسلم. فجعلوا ثنتين من البنات صغار كذا يمكن اعمارهم على 16 كاشفات، ما بكمل عاد كاشفات بس يعني بدون هي لا تكمل كذا كفايه. المهم جت جايين يتصورون معي، معروف انا طبعا في سوق وكاف الطائف، فقالوا ممكن نتصور معك؟ قلت عادي تفضل. قال زوجتي اقول لك والله لما تسكت طردتهم. قالت اقول لك احترم نفسك انت يمكن يشتكون وكل شيء. قلت خلاص يا الله. فهذه من القصص اللي حصلت في البدايات يعني. خرب الجمهور. يعني انت يعني وقتها يا عويد يعني ما فكرت يعني تزعل ام العيال يعني؟ شيء طبيعي يعني. لا لا والله بس يعني لازم انت مشهور يعني لازم يصير لك مواقف كثير زي كذا. ترى حصلت لي زي كذا. فمن ضمنها اسمع خليه يكمل يا اخي. الموقف بيضة هبل انا موقف زي اعطيك واحد زي والله هذا خسر عاصي خلني اعطيك في واحد برضو قاعد تتصور معي في الباحة هذه هذه ابيض من هذيك. المهم قالت لي بالله شيل ولدي وانا بصوركم. يعني المشاهير للدرجه هذه يعني يجونهم الناس صوروا صوروا ايه كثير والله. لا والموقف البارح فارس اجل فارس يضحك. الموقف البارح اللي حصل معك يا ابو عبد العزيز حتى انت برضه. المهم خذيت الولد، ولد صغير يمكن عمره 5 سنوات كذا او اقل،
فقاعد اطالع في الحرمه عشان تصورنا. فالمهم خلصت صورت وخلصت، يوم ركبت السياره مع زوجتي قالت ليش تطالع في عيون الحرمه؟ قلت اجل وين اطالع طيب؟ قاعد تصورني. انا ماني داري عنها بس ايوه انا لكن ثاني مره لا تعود. ايوه وين اطالع؟ الكاميرا الله ايش هو الكاميرا كذا عند عيون ها؟ انت وقتها هلا وغلا سلطانه ايش بعد حق الشريف كيف الحال؟ شلونك؟ انت وقتها انا تصورت كذا ابو عبد العزيز الله هاي تتابعنا الحين ترى كيف انت بعت على الهواء يا ويلك والله تتابعني يعني لو طلعنا بكره ان شاء الله والله محترم والله عشان كذا انا انوهكم الحين والله انوهكم انتم قبل ما تشتهرون. ايش افضل مقطع اشهرك؟ او ايش المقطع اللي اشهرك؟ انتشر بشكل كبير. مقطع دناو لم تزبط معنا هذا انتشر انتشار قوي و انت اللي يقول انت اللي تقول اي نعم لا احد يشرب وانا هذا المقطع امانه اي والله من ايام حط الكاميرا على من ايام الانستغرام اتذكر اي من زمان تقول لم تزبط معنا طيب بدري احنا ننسى والله هنا ها تعرف البرنامج هنا مخرب مقفل يا رجال والله ننسى يعني نفتح هو تغير اللوك حقه والله هو كان عنده سكسوك كذا اللوك كان عندك سكسوك سكسوك ويقدم الوجه ايوه يوم قال يوم قال القصيده علشان هذه تنتف هذه بس اذا برجع للسكسوك يمكن ارجع هذه ورا البحر احنا نفكر فيها طيب هذا من اشهر لا في مقطع مشهور في كثيرة حق زينة هذا كيما رحت عند الشيخ ايه قلت في واحد تنتظرك يا شيخ برا قال اذا هي زينة خلاها تدخل هو يقصد زينة بنت عبد الله الصالح انا فهمت غلط زينة يعني حلوة قلت اي والله انها حلوة يا شيخ شق الوجه حكم علي والله شفت المقطع هذا ايه عندي مقاطع كثيرة زي كذا وحقت اغراض رمضان ورقة كذا قد طويلة صدقت اتذكرها في السوبر يعني اغراض رمضان تكلف كثير طيب تعرف من يساعدك في التمثيل او من يعطيك الافكار ابو عبد حسن تاخذ التقديم حسن ابغى يعطيه سالفته هو المدير هو المدير لما استاذن من المدير و اي والله طلع من الدوام ما يدري من المدير يتابع ها حركت الفيلم ها عويد عويد حركت الفيلم على ابغى يعطيه ابغى يعطيه ايش يعطيك حركت الفيلم في السناب لا لا اعطني اعطني سالفته في السناب زمان يعني حتى الحين يا اخي نجهل عن الشيء هذا يمكن مثلا توعد واحد او تقول لواحد مثلا انا والله اني مشغول عندي شغله بروح السوق او كذا وانت رحت مكان ثاني اشوفك في السنابات فايوه هو يتابعني في العمل زمان زمان عشان لحد ينتبه لهذا إيه؟ المهم كانوا يتابعوني استاذنت من رئيس القسم قلت بروح بالعيال المستوصف عندي موعد هو كلمني اخوي ينتظرني في الحوش عشان نروح نتمشى وكذا والله وركبت مع اخوي هو صدق ايه صدق هو عاد قلت موعد بالعيال في المستوصف فرحنا مول عندنا في الباحة وركبت في العربية وأقول له أقول هذه شريتها بمليون وهذه بمليونين وما أدري وإيش كذاب كله صوروا بس يعني مسوي فيها يعني محتوى ونصور زي كذا في العربية جوا في العربية كذا المهم خلصنا وفلينا أمها ورجعنا العمل قال ها خلاص خلصت من الموعد قلت خلاص والله يا أخي شغلة دعواتك بس قال ومن هذا وراني السنة حق مليون والله إنها أنا بس عاد استمرت زحلطة والله من بعدها صرت انتبه والله العظيم هذا موقف حقيقي هذا ورب الكعب حقيقي يعني ما حسب اللي قبل يا تفكروا الكذاب كله حقيقية والله حقيقية يعني ما انت مصدق من يساعدك في صناعة الفكرة في المقاطع اللي هل في عندك جروب عمل هل فيه يمكن الافكار اكثر 95% من افكاري ما شاء الله وبعضها من افكار اخوياي ما شاء الله تبارك الله بعض الجمهور يطرح لي افكار بس ما قد عجبتني الا فكره واحده من الجمهور فكره واحده قد سويناها كاننا كان واحد جانا للمجلس وقلنا تعش معانا وزيد من ذا الكلام قال لا مستعجل تكفى تكفى ونعطيه العقال نرميها لها العقال يعني عشان يجلس
تحلفون عليه. المهم رفض ولا احنا كلنا يرجع عقاله. يا ولد وين عقالي؟ يا ولد وين عقالي؟ ضربنا عشان العقل. هذه فكرة واحد اول مرة تعجبني فكرة واحد زي كذا والله. يا شباب دلة ما انسى. عزمت كان عندك عشاء والعامل ما قلطت العامل. ايوه هو انا. اي ثم رحت كانك رحت بنجلاديش عندهم في ديرتهم وما قلطني العامل قال رد عليك. اول بنغالي بعدين سعودي. ايه نفسها يعني. ايه حلو حلو. ايه بدي تعرفه. ايه زين. اما حسن ما عرفته. ايه انا قبل سلم عليه مره. حسن ما عرفته باقي. حسن هذا. حسن ما زينك ما عرفت. ما عرفت حسن. مشهور هو حسن ابو. ما انا مشهور ابن الحلال. ها. جاي بس كذا قط وجهي. رجال يقول لا لا. ايوه انا باخذ برافات عشان اقدر اجيب برافات. يا الضحكه تبلش تخرع. تنامون مع هذا؟ سلطان ايش تقول؟ شوف بدوحش شو بدوحش. شو تقول بدوحش؟ والله جاي يقول جاي نقط وجهي مع والله كلكم قطي وجهك. راح عندنا راح يتواصل. عطبنا كلنا. هذه علومك يا وي هذه علومك تحمل وجهك على رجالك لا تنام الحجة لا ما انا اقصد اني انا ولا اقصدونك انت وانا اضحك معاهم عليك بالله يا صدق والله اضحك عليهم اضحك عليك معاهم تفكروا هذا ايوه ما الناس فيه رجال عمكم ما تشوف الجماعات كلها رايحه ولا احنا احنا يعني الحمد لله لنا شعبيه يعني قبل كذا يمكن انت ما تعرف اني وهذا ما يعرف انه هذا ما يعرف انه هذا وهذا 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 وهذول كلهم ما يعرفون ما تعرفوني هذا مشهد الحاله ما يعرفون الاهل والمشاهدين ما يعرفوني ولا هذا لكن انت فرحان قاطع قاطع وجهي قلت لنا صلاه جوله ونا وبيقدم برنامج فراغ ان شاء الله لا اهم شيء الثقه انت عندك ثقه ما عندي حط عندك حط طنط يا سلطان تابعني اذا اسالك سؤال انا بس شو خاب تابع اذا سالت دجاجة ها هذا محتوى ذا بالله دواج ايش هو دجاج الناس عندها نيات قد جبت واحد جابوا له مقطع كذا منتشر من كثر ما هو مع الدجاج صار يوم يضحك والله واقسم بالله من كثر ما يسولف انا مصدق شاور العيال بس انا مصدق اهم شيء يا ولد هذا احسه هذا من التسعينات ذا هذا مو بزمننا ذا هذا بدون تاريخ ميلاد انت رانجك جالس كم جالس قديم يا مرحبا عبدالعزيز طول اقسم بالله ذا سلطان لا يفوز عليك سلطان اقسم بالله العظيم انت لو ان يعني بيقولون هقر هذا وين ساكن اقول والله هقر توقع وين ساكن يعني والله اعطيك جيب شاص خيمه ثنتين من هناك جرب كم هناك ما تقول انا عارف الله يسلمك الله يحييك الله يرحمك الله يحبكم ويقول مرحبا بكم الشباب قال خلينا نضحك معهم على لا لا عادي والله هذا هو الريلتي هذا هو الريلتي هي هي اكثر الضحك يا اخي هي فكاهه المجالس لا ترفع صوتك انت هد اعصابك عادي لا تنظر هي هي فكاهه يا
جابوه على وجهه. صح والله. حتى في العزايم، حتى في العزايم الرسمية ترى بعض الأحيان تقطع علاقتك بالشخص. حسن يوم تكلف لك تكلف. والله ما شاء الله صراحة اليوم ما ضحكت مثل ما ضحكت اليوم. و أهنيك على روحك الحلوة. الله. ولكن إيش رأيك في التجربة أنت؟ والله حلو التجربة بس زي كذا ما والله كان قديم يا غلط يا دايما انا اول فيه وكم ريحه غبار يقول كنا هياك ايش بدري لا يا ولد اي واحده واحده ناس حيا جاك يا سلام يا سلام. طيب يا شباب احنا موعودين موعودين بفقرة حلوة على الضحك هذا. عندنا مفاجأة ولا شو نسميها سبرايز 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 كذا على ايه على كانك انا مسوي كذا ولا كذا مالك مشغل خل خل لا لا انا عارف يا انس لا تضحك علي يا انس عندنا لكم اسر منتجه حابه تعزمكم على قهوه سوداء وانتم الشباب هذا مزاجكم الله يجزاكم خير نجيبكم قهوه عربيه ولا قصرتوا قهوه تونا بس الان احنا عازمينكم على قهوه سوداء ودنا نشوف الاسر منتجه افتتاح متجر لهم وحابين في قناه الواقع وصراحه من الاشياء الجميله راح نتكلم عنها لكن صراحة أنا شدني هذا الموضوع أن فكرتهم في هذا المتجر نسبة 50% من أرباح هذا المتجر راح تصرف على الأيتام في الجمعية الخيرية في وادي جمعية وادي عمود في وقف اليتيم الأول. هذه من الأشياء اللي كل إنسان يبغى يعمل عمل خير يبغى يعمل مشروع يجعل فيه نية خير والله سبحانه وتعالى يبارك له ولا لا يا أنس صحيح طالب. ها صحيح لكن حسن ما هو مضبوط. طيب الصدقه هذه من اصناف الاسر المنتجه جره فول حاجه لبس عمامه ولا انت وراك انك ورق عنب والله فكر جره فول لو ما تحرق الله يسعدكم. بننتقل للمكان اللي مستضيفيننا فيه الأسر المنتجة ونتقهوى سوا ونروق سوا ونضحك على خفيف نضحك على خفيف إيه؟ بدون توزيع بوسات لا حسب بصرفه معنا الله يسعدكم الله يسعدكم. أنا والله مشتاق لكم من أول بدأت النسخة الله يطول ودي بجلسة معكم وجابها الله في ذا اليوم المبارك اللي شفت فيه اللي شفت فيها أنا سلطان ها بس قصف جبهتنا كلها لا والله احنا والله كذلك الله يسلمك خاصة انك دائما حاطين يوم الجمعة وكذا احيانا ودنا نواجهك ودنا نجلس معك ودنا الله يسلمك احيانا لما ننعس ولا سهارة من بعد عزوز ولا عزوز شوف الحمد لله اللي الله نجلس معك الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال حياك حياك تفضلوا يا مرحبا بكم الله يحييك شم ريحة غبارة حسن ها ما فيها خلص خلص سلام في المبتدا تسليم للعموم حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلام في المبتدا تسليم للعموم حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم في الواقع ام النجاح والاسم ما ينغوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا وانحدى ما عاد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد دول على جوي سنبل 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 سنبل
سينبون ولا سينبون؟ سيليكون. ما شاء الله. شكرا تبارك الله. ما شاء الله. والله على جنبك بالله. لا احنا نسميها سينبون ترى. ها سينبون. سينبون يعني ليش يسمي يعني؟ طبعا هذه حبكاشتهم يا والله ندق لها مشوار قسم بالله. ايه هنا طال عمركم السلامه. متجر البنه السوداء اسر منتجه حابه تقدم هذا المنتج الجديد وهذا الافتتاح في قناه الواقع ولنا الشرف والله يبارك لهم. لما حطوا النيه العظيمه الكبيره اللي هي 50% في أرباحهم تكون على متجر وتكون على وقف اليتيمة الأول. ونقول بسم الله وعلى بركة الله ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم وأن الله يوفقهم في تجارتهم. وحبوا يكرمون متسابقين برنامج البزنس رقم 3 ويستاهلون وضيوفنا. الحين عاد بنتقهوى ونبغى يا سلام. يا الله يا الله تعالوا تعالوا كلكم تعالوا كلكم كلكم بسم الله. الكاميرا الكاميرا يلا 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 بسم الله بسم الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. في حاجة نبغاها عشان نشرب سوا المويه الحاره. ما ادري الان رتبوها ولا ها المويه الحاره. شغل الكاميرا هنا يا ولد. يبغى لنا سخانه هذه. اي عطنا عطنا علمنا السمراء نتكلم عنه. جميل. طبعا يا شباب نبغاكم وين كاميرتي يا حلو؟ ها وين كاميرتي؟ هنا. يا سلام. طبعا هذه الأسر منتجة حابة ما شاء الله تتقن في عملها فسوت المنتج من مصانع سعودية وطريقة التغليف مزبوط. الآن هذا المنتج اللي أصدرته ما شاء الله القهوة السعودية وشارينها من يعني من ناس معروفين وشغل مميز. واليوم اليوم عاد تعطونا انتم اخباره. اليوم انتم بتعطونا اخباره. راح فنان شود ريحه الحركه حركات. يا سلام يا سلام. ريحه البن مره ترى 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 التطور عندك وانا ما عندي. ايوه بنعلقها على الكاس في الطريقه ترى على طريقه يا ابو عبد الله. لا لا كذا كذا بس حطها بس كذا حطها كذا. يا سلام عليك. كذا كذا بس بس كذا حلو. تفتحها تفتحها من فوق. اي تشق الكيس تبين تشقه. يا سلام يا سلام يا سلام. فارس راعي خبره. فارس الان مثل ما تشوفون الان انفتح القهوه الان ونحط المويه الحاره الان هنا ونتقهوى كل واحد معه كاسه. الماء الحار الماء الحار فيه فيه غلايه. لا لا بنجيب المويه الحاره. بروح اجيبه بروح اجيبه. و نبي بس واحد يوزع لنا احنا نجلس الان. خلاص استريح استريح مزبوط. ولا ولا انت قهوه سيده ها؟ وش رايكم؟ وش اسم هذه حسن؟ حسن شو اسمها حسن؟ شو اسمها هذه؟ حسن حسن شو اسمه؟ والله سنبون يا ابو ها؟ يلا يلا طيب وخروا شوي وخروا عشان يصورون. اجلس يا اخي اجلس. يقول يقول وخروا عشان ياخذون هذا ابو عبد والله والله. طيب خلني باكل انا والله تعال. طيب منين انت؟ اصبر اعطنا الشاي اعطنا. طيب يلا اعطنا هنا يلا. ابو عبد المحسن نشكر ابو عبد المحسن. ابو بدر ابو عبد العزيز ابو عبد العزيز. لا انا اكل انا اكل انا باكل. لا ما يصير. لا والله اتحلف حلفنا. اعطنا اعطنا قرب قرب قرب. يلا ابو عبد العزيز. يلا ابو عبد والله حرام عليك يا ولد. وش ذا الفك ابو عبد العزيز؟ قول ما شاء الله. يا ولد وش ذا الفك معك ما شاء الله تبارك الله. يلا يلا عشان بيصورون للامانه للامانه. والله انا قايم الحمد لله. تعال يا ابو عويد عويد للامانه والله العظيم شغل جبار.
هم حاطين عرض. شوف الاوتوكيتات، شوف الاوتوكيتات، شوف الشغل. اوتوكيت؟ هذا مصدوم، هذا مصدوم ما يعرف العربيه هذه برا عادي. يقول يقول السريح اجلسوا عشان ياخذون لقطه للاسر المنتجه يشكرون على هذا الفعل. كاتبين مرحبا الف و والله ممتاز. ها بدر خلنا ياخذ لقطات. والله ممتاز. كم بين ذا يبون يصورون شوي ونتكلم عنهم. منهم مالهم؟ لا 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 واخروا شوي يا شباب. ابو ملحم جربة جربة. بس يصورون لازم طبعا رقم الـ رقم الـ واخر على الكاميرا، واخر على الكاميرا شباب. سلطان واخر شيء على الكاميرا له انت. ان شاء الله ان شاء الله ان بنوسع صدوركم ان شاء الله. بس خلونا نكرم الاسر المنتجه. التواصل عن طريق الانستغرام. نقول لجمهورنا الله الله بدعمهم. اسر منتجه بداوا في نيه مباركه للعمل بانفاق 50%. ما جانا ترى احد واعطى هذه النية مثل هذا المتجر. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه منهم. 50% أرباحهم تصل إلى جمعية وادي عمود وإلى الأيتام. نسأل الله يتقبل منه منهم. طبعا هم أعطوني بعض الأشياء. يقولون مرينا على الكافيهات، نبغى من الكافيهات يعني يجربون من منتجنا، المنتجنا السعودي. وتقول يعني نطالب. العلبة قيمتها بسيطة. وكل الآن الحين الشباب أصبح مزاجهم القهوة السوداء المقطرة. والآن بطريقة جميلة وسهلة حتى وانت مسافر في الطريق تستطيع أن تتقهوى وتروق المانجا. ها طبعا هم حاطين عرض كيسة الحبة الشمسي مع كل علبة مدة 3 أيام. والطلب طبعا الحبة العرض الشمسي مجاني. كلام كثير والله. خلونا نبدأ. لبيه إذا جت الموية الحارة. ها أقرأ لك ترى الخصم بيجيك. طبعا هل القهوة تزيد دهون الكرش؟ ناخذ بعض الرسائل الجميلة منهم. هذه الدراسة اختصت بأثر الكافيين على فقدان الوزن. والكافيين هو مركب موجودة موجود بكثرة في القهوة. وأظهرت الدراسة أن تناول المنتجات التي تحتوي على الكافيين أدت إلى تقليل الدهون في الجسم اللي يدور الرشاقة ويبغى يصير خفيف خفيف ظل وخفيف وزن. ها أنس أنس تعال تعال اشرب تعال شربوه بالقوة أنس. بنعطيك علبتين يا أنس. مؤديا ذلك إلى فقدان الوزن بالجسم عموما وليس للبطن. طيب هل القهوة المقطرة مفيدة؟ شرب القهوة المفلترة أو المقطرة صحي وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم. من أهم فوائد القهوة المقطرة أنها تساعد في الحفاظ على صحة القلب. والله أنا ودي بقلب طيب. ها إن شاء الله قلبك طيب. والشرايين وتلعب دورا هاما في الوقاية من الاكتئاب وتحسين والله دائما دائما أنا شوي لي تجربة فيها أنا بعد. وتحسين الحالة المزاجية. ف الله الله بالقهوة تبي توسع صدرك وتبي قلبك يطيب وتبي مزاج زين. هذه القهوة البنة السوداء معنا اليوم وما شاء الله. طبعا الآن المنتج تبغى تتوصل لهم. موجود لمسة أسرتي محل في السويدي. راح تقول هو اللي رحب فينا والقهوة موجودة عنده. لمسة أسرتي تجدون عندهم قهوة البنة السوداء. الكرتون كم فيه من علبة؟ خلنا نشوف.
ما شاء الله كم في ضرب. طريقة أبو أنت بس علمني كيف ريحة القهوة بالله. هنشوف. أنت راعي قهوة سوداء ولا لا؟ نعم نعم نعم. ولا جبنا واحد مختص؟ والله يا أبو والله كارثة. ها؟ والله كارثة. يا سلام. شوف قرب الكاميرا، شوف قرب الكاميرا. قرب الكاميرا عنده. شوف الريحة، شوف الريحة. اللون والريحة ما شاء الله أذكر. شوف الريحة. والله كارثة. خلا شوف. والله كارثة. خل عويد. لا هذه ممتازة والله. والله شبيها من أول. من القهوة الصح. ترى يا ابو عبد العزيز لبيه ترى انا من عشاق القهوه خلاص لك علبتين الله كذا الله يعطيك العافيه يا عبد العزيز الله يرضى عليك صراحه والله يا ابو عزيز دقيقه بنروح نتقهوى راح اجيب المويه يا سلام عطني تعال صبها هنا ما تجر ولا كافي قدام الكاس كذا ما تجر ولا كافي خفي حرك نبي لا لا ما ها ما تجر ولا كافي يا سلام بعدين جاهزه ما شاء الله فكرتها حلوه منتجه موجود على الانستغرام موجود على الشاشه شوف كيف تقطع وعلى رقمهم يا سلام يا سلام شوف كيف التقطير كبر دي هذا الشغل دي عطنا دي فكرتها حلوه جاهزه ترول عطنا الكاميرا دي يلا خله عند انس وعند عزوز قبل والله ممتاز ما شاء الله تبارك الله مستعجل اني اخذ اصبر يا حسن اصبر يا اخي حسن حسن انا المتسابقين حسن اصبر اطلب المتجر يا بس المجلس يا حسن اجلس يا حسن اصبر لا قال ارسل المندوب حقه ما شاء الله ورتب الترتيب الجميل هذا لكم ما شاء الله تستاهلون يا متسابقين والله البزنس الله يعطيك العافيه يا ابو عبد العزيز تعال شوف اصبر والله تقطر والله يا ولد والله يا حسن وحده تبي تشوف وجهك حسن نفر فول يقول ما تخر بس فيها نقب شوي لا ترى تطول يا ابو عزوز ترى تطول تاخذ يمكن الى 10 دقائق عجيب لين توصل هنا اجل حط لي واحده وخلونا نسولف يعني بدا اروح امسك سرعه عند كافي توصل عشان كرتو خلي عندي في البيت هذا وانت مسافر حطها بس على الكاس والمويه الحاره هذه الفكره احنا خلاص نرتاح هذه الفكره السمراء يا سلام هذه الفكره وهذه تعليقه تعلقها وتكطرها اوه حتى سلطان صار راعي قهوه ساده اوه ها صب راعيها كان قهوه القعود ها الله يسعدك الشاي والقهوه قهوه يا سلام هذه يلا والكوب مجاني للي في القناه اما اللي برا القناه عبد العزيز لبيه ها احنا محترمينهم عشانك يا ابو عبد العزيز وجهي ذولي يا حسن حبيبي تعال جنبي تعال ابغاك دقيقه بس عشان الاعلان بس هاي قهوتك وحلاك بس الله يسعدك يا عبد العزيز ترى مو لازم ما شاء الله ما شاء الله مو لازم لك ابو عزوز لا بالحلال انت سبقتني مو لازم في كاس مو لازم كاس البنة السمراء وشغل مرتب وتستاهلون والله ها تستاهلون بيض الله وجهها الأسر المنتجة اللي أنتجوا هذا الشيء يقدموا هذا المنتج الله يجزاهم خير الموية يا عشان يشرب فين كاس أبغى لي كاس ترى مو لازم كاس يعني لازم قزاز ولا ما تأخذ منه عادي ورقي كاس لا لا لازم كاس لا والله عادي ورقي لا عادي ورقي إيه لو كاس ورق عادي أفكر أن العالم أنه لا بيقول له هذه بس الكاسات الحديد والله ريحتها شيء يا سلام يلا الله القهوة السوداء نبيها الأنس استلمها في دقيقتين ها انت بتختفي انت ها خلاص اذا شفته خف لونه اجي اسقيك لا شل هذه خلاص اذا خلصت شلها ولا كاس ورق اقول لك سويت اعلان قلت الكاس السوداء استلمها في دقيقتين يا سلام
والله قدام الليل. هي ما تجي تجي العلبة جوتها بس ال يعني كوب ما يجي جوتها العلبة ها؟ كيف؟ لا لا يا ولد فك ذا أخرج ذا بدوي ما يعرف شيء. ونعم ونعم معنا ريالتي حسن والله ممتاز صدقني بتروح عليك غلطة. ليش الساعة ليش الساعة 6 الصباح؟ احنا جونا كذا طقطق وضحك يعني حسن لين تخبي كلمة ثقيلة. هذا اللي طلع معي آخر شيء. زين شوف اذا مره زد عليها ما اذا انت تبغى تدبل اذا تبغى اكثر من كذا وسوده تحط عادي حط ثاني والله اي ترى مو بلازم يعني فل واحد تحلل ابو شكله عادي تحطه عادي اغير انا لو كلفتني المحبه من عمري ما قد بكي اشوى فهم ابشرك الحمد لله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى فاهم. تبغى تصور معاي؟ لا والله لا والله ما بصور معك. لا والله لا ليش نلعب على بعضنا حنا؟ لا طبعا بدون سكر زايد عليك في الديرة. تصور معاي يصلح لك هذا اللي طلع مليان فلسفة الموجودين عزوز عشان يا ذبيت الحسن بالله وش هذه؟ إن هذا جو شاعري منا بقارين جو لا جو شاعري لا جو شاعري يعني لو إني شاعر جبت القصيدة أثبت ثور من جبت أنت وجودك زي كذا خلينا أبو شبيب كذا حلو والله تعبون علي يعني والله فكرتها صدق قلبي للشاه ظالم ولكن في القلب لسه هواك كم قلت بكره يحن ألقاه يزيد بجفاه كم قلت بكره يحن ألقاه يزيد بجفاه ينسى الهوى ينساه قولوا له كيف انسى ينسى الهوى ينسى قولوا له كيف انسى يعني عشان اهوى كذا فيا لا فرفول ابو عبد العزيز حنا نبي حسن يجلس عندنا لا والله خذ معك اقولك والله اني عاجبه في ذا شكلك تقسى عليه اللي يحبك يطقك ها القهوه شبكت معانا شبكه ها لحد الرجال ما مول يعني ما توقفون الا في مكه ولا في القنفذه اجل على القنفذه على طول يا سلام ايوه كانت عيونك ناعسه اول بنروح هناك في القنفذه تقول له الحالة لازم يكون في واحد معه عشان ترى ما حد قطع لي من الكيك يا شباب ولا اجي اقطع لكم ابشر الساعة وش رايك والله انا احس انه اضرب كيكة للشيخ من حليلي وشو من حليلي ابو روى شو فيه انت ايش بغي تجلس معنا لا والله اني مروح ما تروح يا ولد ها القنفذة القنفذة جوها عكسي نجيك زيارة انا وان شاء الله الله يحييك من ممشاك الى ملقاك لا الفراولة سعية فراولة متاية كم مثلا يزبط معهم كم مثلا رايحة فيها الله يرحم والدين الله يعيني على السكر اليوم لا لا ما عليك اليوم يوم مفتوح يا سلام ما عليك أنت إذا ارتبع عندك السكر طالع بوجه حسن يا جماعة أقسم بالله إذا ارتبع السكر طالع بوجه حسن قهوة يبغى سكر يعني لا يبغى مرة والله لحد الان انا ما اسمع ولا الحين يتلقى قصر الجبهات ها قبل شوي تكرم الله ما يزيدك النقاط ولا يتوصى فيه ابو عبد الله بالله ايش رايك اصايد انا ترى اخصائي اجتماعي فارس تبغاه فارس الكنترول يبغاك عندك خصم والله ليش عندك خصم يا فارس يقولون لك لا تمشي حسن فارس هذا يصلح في المكان اللي احنا امس والله انا على شرط اللي في سوق الزل ترى خطير طارحكم طارحكم يا انت مع جوال حسن انت جوال يتابعنا ذا
ما ادري انا ما ادري حسن 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 بالله اطلع فاصل لا 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 هو من هو من الرياض هو من هذا الرياض ما معه جوال ما معه جوال ما معه جوال اروح بكرفون المسجد الله يسعدكم والله انكم ادخلتم السرور علينا الله يطول عمرك يعلم الله بيض الله وجهكم ونشكر صراحه الاسر المنتجه في تقديم الكيكه تعبوا والله وتكلفوا وقدموا هديه لكل متسابق منكم ترى كل واحد له علبه يا حسن حبيبي بما انك ضيف وزع لنا وزع لهم على كل علبه عشان الباقي ناخذ انا وياك يا حسن الضيف حكم من القرايب يا حسن ما تلاحظ يا ابو عبد العزيز ابو عبد العزيز يعجبني الطالب المؤدب ابو عبد العزيز رحت الكنترول بروح لهم ابو عبد العزيز ما تلاحظ انك نسيت انا وعيد في انا وحسن ناخذ والله شوف اللسان الحركي دائما يعني ترى عادي انا اقدر اكون حركي واشيل الاشياء دي كلها عويد الحين بتجيك عويد تجده في التمثيل واليوتيوبر وش اسمه هذا يوتيوبر انت يا ابو روان نبغى الحين الثلاثه الاوائل اللي حضروا معنا نحلل شخصياتهم مجانا اللي جو بعد الثلاثه الاوائل بفلوس اللي يحل منهم هذا يحلل الرجال ابو روان محلل شخصيات الجهاز موجود جاهز يلا حللنا يا ابو روان يلا توقيعك اسمع حللني عشان اروح الكنترول شايف هذه بطلع منها الابره و... اجي يلا ما في مشكله انت ودي الله يحلك يبيحك يبينا ورقه يبينا ورقه خرج صدق ترى من قلب والله وجع خرج لا لا صدق نبغى تقييم لكم يصلح للبرامج الواقعية حسن ولا لا لا يصلح والله أنا جازني أنا أقول ما يصلح ها أنا أقول ما نأيتي طيب عويد عويد رجع الباحة عويد يرجع الباحة يقول دناو عمبيا بتتندمون والله والله تندمون لا ما صبطت معانا لم تزبط لم تزبط جربوا شوفوا جرب حظي هذا أصلحناه ما إيه رجال تدري قد أتكلم بركة شلوي يا ولد أنا ما شاء الله محلو انت حط له قز يوم اليوم يلا حلل يا ابو روان اي فقرتك هو خليه يحلل الكيكه واحد يوقع طيب انا اوقع ابو ايش يسوي هذا قال ابو علي ايش بس لازم لا لا فلوس هذا مدري عليه هذا بفلوس لا لا ما دخل معانا مجاني والله العظيم مجاني حسن انت المنسق حسن المنسق حقي ترك بتندم يا حلو بياكل اسمه انس هلا والله انك اللي تندم ترى ما كل شيء يجيب عنك والله العظيم يا ابو روان كل شيء لو تحلل له والله انا ما وقعت حتى لا ما حلل ورب الكعبه والله ترى اشياء كثيره ثلاث انوال تعال تعال بعضها تنقال هنا بعضها ما تنقال نصيحه المداح اهلا اسمع بدي واحد مره بتحلل لي قاعد بتموت بعد خلوا بعدين لا اخر واحد نشوف يا ليت يا والله قاعد بتموت وانت عطشان اشرب مويه من ذاك اليوم طبرا الله ابو ما اوقعه ما شوف انا قال بعدين الاوائل اي هذا من الاوائل تحللني الله يحلك في حق لا حلل ومباح يا اخوي مسك يا اخوي الله يسعدك والله يسعدكم يعني والله ابغى اقول لك ترى انت بس عشان تداخل اصوات ولا والله لو فرزان مستمتعين بالحلقه معكم يعلم الله الله يطول اعماركم ها بدينا يا شباب في التحليل ابي يحللونا طبعا الارقام اللي موجوده من الشباب اللي كانوا موجودين وين ابو فارس ها وانا عزوز ونواف وانس هذا طبعا طلب من الاسر المنتجه يقولون التواصل واتساب من معكم من الصعب انهم يردون على كل اتصال يا ليت اللي يتواصل مع الاسر المنتجه ونشكر الاسر المنتجه اسعدوا لنا الشباب وسعدنا صراحه منهم فيا ليت يكون التواصل واتساب الله يسعدكم ويبارك فيكم طبعا يقولون نتمنى من الدعم من رجال الاعمال وهذه رساله اذا سمعوهم جزاهم الله خير رجال الأعمال في دعم هذه الأسر المنتجة لأنهم هم داعمين للأيتام نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم هم في حاجة ويقدمون حاجة الغير على أنفسهم نسأل الله يوفقهم في هذه التجارة فيه رسالة قبل شيء والله الظهر أني قريت كل شيء أنس
حسن حسن انت ما عرفت اسم الحسن انس سم انس ترفق علينا انس على خشم ها انس حسن الله يسعد طبعا ترى انس خارج الحسبه ما لنا دخل انت وضميرك هو يدفع فلوس انا من امس وانا معكم ها بنقصر ايش اسوي الحين وقع ايش اسوي علم ليش اللي بيجي لي يرفع يرفع لك المعامله تلاقي مصادر شفتوا لا بعد سبع ايام ترجعهم بالنسبه لفارس ابو عبد العزيز بالنسبه لفارس فارس هذا فارس هذا حسن ونعم في كتابته العاديه كتابه العاديه يكتب خط اصغر من الخط الطبيعي الخط الطبيعي من 8 ملي الى 9 ملي هو بيكتب باقل غالي يكتب باقل لانه شخصيه طلع له سلبيات بقول الصح ولا لا طيب يبغى سلبيات ليش مستعجلين شويه طيب حسن ممكن تجلس لو سمحت ممكن البايك طيب. معي ولا معك مو مقدم انا ولا انت طيب اش اول شيء جرة الفيلم حسن خلنا اسمع خلاص يا حسن حسن والله اشغلنا حسن قسم بالله ترى بطلعك من نص الطريق انزلك يلا تفضل ابو روح فارس عنده لديه قدرات ومهارات لكن يظلم نفسه ما يظهرها امام الناس يحتفظ بالاشياء القديمه عنده اقدم جوال باقي جيد في فتح العلاقات مع الناس ضعيف التواصل أنيق وإتيكيت مبالغ في المأكل والمشرب والأثاث عيد أنيق وإتيكيت ومبالغ في المأكل والمشرب والأثاث يعني ما يحرم نفسه من شيء يعني ذوق كريم سبلة يعني ذوق في اختيار الأثاث عنده صداع مزمن أو أثر إصابة في الرأس عنده مشكلة في البطن يعاني منها من أول نشاط بدني ورياضي بيطيح من الخوف كريم مع الأهل والأقارب الآخرين والأصدقاء بعد أبو عبد العزيز يعرف ليش ضحكت طيب شوي في ذبيحة إن شاء الله أنا بالبطن أنا شوف لي يا أبو هو غالبا أنت في الجامعة صح ولا تخرج من الجامعة طيب هو غالبا يا أنه كان تخصص القانون يا أنه اشتغل معقب أو شيء في الدوائر الحكومية لأنه ينتزع حقه انتزاع مؤشرات موهبة وإبداع قد يكون شاعر أو رسام أو شيء من هذا عنده إصابة في الرجل اليسار قديمة والله أعلم عنده ألم عاطفي فقدان شخص عزيز ألم عاطفي ألم عاطفة ألم عاطفي فقدان شخص عزيز يعني ألم عاطفي هذا ما يعرف ايش يعني عاطفي حتى خليه يكمل يا اخوي الله يستر الله يستر انت تقصدنا من العاطفي لا مو العاطفي تعرف ايش يعني عاطفه خلي انا باخذ شفره قبل ها وبعد خلص الفارشه خلوا عطوا راح سلطان تقول يا شباب سلطان يميل يحب اللون الازرق بغض النظر عن الفريق اللي يشجع عزانك صادق طيب خلاص الوم حاجات بعدين دراسه دقيقه 70% صحيح الى 60% ممتاز اي 60 طيب المؤشرات طبعا التوقيع الاشياء اللي موجوده هي مؤشرات يمكن تكون حقيقيه او موجوده او غير موجوده مؤشرات طيب هي دراسه ترى بالنسبه للاخ هذا اللي في اليسار صاحب عبد العزيز طبعا شخص حساس محاور جيد انيس وعطوف متسامح ولكن ينتقم بقوه اذا غضب مسوف في تحقيق الأهداف الخاصة حقته بكرة بعد ما ينجز على طول ما يحب النقد المباشر لا تنقدها على طول لأنه يتنرفز أخسر كمثرة يا حسن يا من زمان ما سمعت كمثرة في شيء غلط أحد قال شيء أنا هذا طلع المعلومات كمثرة الحسن طيب الله لما سمعت أخشى كمثرة غريب عشان أفهمها لأن فيها أشياء يمكن ما عادي يعني ما في إشكالية عادي قول لي تقول ما عندك أي مشكلة أمورك طيبة بالله يوقع لي حل شخصية يعني شخصية محاور جيد إجمالا شخصية ممتازة عدم ارتاح واستقرار في البيئة بيت عمل سيارة حارة في حاجة بغيرها مو مرتاح منها وعنده مشكلة في الكتف قديمة والله أعلم على حسابك يا حسن أبو دقيقة أبو روان أنا عندي تعليق مثلا إصابة القدم وإصابة الرأس وألم في البطن هذه ما
ما عندي لك تكون شيء شكلها بتجيك المستقبل الله يستر لا 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 ما اتكلم عنها مستقبليه المؤشر ترى ترى بعض الاحيان كان معنا ابو سعود الهوامل الله يذكره بالخير واحنا جالسين في التحليل قال عندك الم قديم في القدم قال لا ما عندي وقال لا ما عندي المهم لما راح البيت وجلس في هوجس قال اي والله انا مسوي عمليه عندي كان الم هنا يوم اني صغير هنا بس ما اتوقع انه راح طيب ايوه حتى لو من 20 سنه حتى في اليسرى قال صح انت قلت في اليسرى في اليسرى ايوه نعم. ضربه الراس ما فيها الحين لكن يوم اني صغير طحت من السطح بس خلاص ما تخرب بس بتخليله اكثر اسمع في شيء هذا نواف اصبعي طيب يا شباب والله ما شاء الله جميل من يروح يرفع الاذان يا شباب انا اسمع 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 هذه كتابتي انا ما اقدر اقول يا شيخ ما اقدر اقول مثل المغرب ومثل العصر ايوه عبد العزيز كمثرى هذا توقيع كمثرى خلاص طيب تعرف انه سلطان خلاص بعدين حقيقي استانس كمثرى روح يا فراوله منتهي حسن حسن وين توقيع سلطان توقيعه هذا هو اي هذا حل الحل طيب بس في واحد قبل حسن هذا من هو لا ما ما كان معنا كان معنا نواف طيب حتى سلطان ما كان انت لك يعني انا ابغى على حساب حسن حسن يعني على حساب حسن بيدفع حسن هذا يا اخي انا والله حاطتك وقع اسمع حسن دقيقه اسمع انت تعرف تحليل التوقيع قروش حسن التوقيع حسن حسن قروشنا ايش قلت ابغاك خل نشوف اول شيء بملحم احنا نبي نضحك سلطان انا اشرب بشرب قهوتي انا ما قهوه واحد بفضلك هنا خلنا نسمع صاحب التوقيع هذا طيب جيد في العلاقات العامه يعني يصلح متخصص في العلاقات العامه عنده النشاط البدني والرياضي مرتفع جدا من هو هذا من هو محمد ملحم ملحم محاور جيد هنا في هالمكان او عنده قولون هنا في حاجه في هذه الجهه انظر لي انا انظر لك لا لا اخذ راحتك لا لا ما لا طيب اللهم صل محمد زي ما قلت جيد في العلاقة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم هذا الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسيلة نظيرة
يا مرحبا يا مرحبا. اسلم يا ابو روان، تحليل الشخصيات شيء متعة، ولكن يا ابو روان عندنا سؤال قبل لا تحلل يا ابو روان. بعض الناس يعتقد ان التحليل يعني في شيء من خارج النص الشعوذة او من، ودنا تعليق بسيط عشان بس. طيب هذا التعليق البسيط اللي هو يقول لك السحر والشعوذة والكهانة لابد انك تأتي بطقوس كفرية عشان تصير زي كذا. نعم. اما تحليل الشخصيه اول شيء ما في داعي علم الغيب لانك ما تعرف شيء في الغيب. الشيء الثاني هذه مؤشرات مبنيه على ايش؟ توقيت. مبنيه على التقاطعات والانحناءات اللي موجوده. التقاطعات اللي في الكتابه او التوقيع تدل على العصبيه وعلى العناد. انا منزل دروس كثيره في تحليل الشخصيات في حساباتي، يعني اي شخص ممكن يتابعها يتعلم عادي جدا، يعني الشغله ما يبغى لها حتى محمد الراشدي ابو روان، هذا في التيك توك ما عليكم زود، موجود كل الدروس منزلها، انت تقدر تصير محلل شخصيه. هذا تسويق مجاني طبعا. خاصة انا ولد القناه من قديم. طيب اول شيء انا قلت لل فارس قلت له عندك مشكله في الراس وعندك في بطنك وعندك في رجلك، انكرها اول شيء. تذكرتها الرجل تكرمون كانت تحت الركبه، كنت يعني عمري 6 سنين بس، والبطن كان عندي رأس المعدة ما قصرت. اي وتشافيت منه من زمان الحمد لله. والراس وانت صغير طايح على الراس طايح مقعنا لا الحين طايحين على راسه خلص. المهم في الجهة هذه علموا، وعبد العزيز صار معها بار. يلا عطى سلطان. سلطان انا نور نواف. طيب اول شيء نواف كريم جدا لدرجه انه ما يقدر يقول له يا الله يا الله. يخاف حساب بعدين. يخاف من يخاف من التصادم العاطفي، مر بعلاقه مشاعريه سيئه فما يبغى يكررها. عنيد جدا، حذر، وجيد في التخطيط، حدة نوعا ما مع الأهل والأقارب، في إشكالية مع مو يعني تقريبا في واحد من الأقارب في بينه وبينه شوية تاتش خفيف. بس الأحلى شوي نوانا والله والله ثاني واحدة أنها جابها صح والبقية ها واحدة مني خفت منها وجات. طيب طبعا كريم من ناحية طبعا الكرم نوعين، في كرم مادي وكرم عاطفي، وكريم من ناحية الآخرين من ناحية لا هذا عندما شر الكرم مؤشر مرتفع جدا فليتق الله سائله، يعني لا أحد يطلب زيادة. طبعا عندهم المؤشرات مو المرضية، احنا لما نقول مؤشر مرضي معناته إصابات خفيفة يعني، فعندهم المؤشرات المبارك بغيزة الرجاء أرجع بغيزة المؤشرات المرضية الله مصالح حمد عنده يا نقص فيتامين د يا فقر دم والله أعلم. تكفى سلطان يا الحين سلطان تكفى. طيب سلطان حكاية سلطان 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 واضح وصريح وبعيد عن اللف الدوران، يعطي الواحد كاش في وجهه، عنيد جدا، راسه يابس، يحب النهايات السعيدة في القصص والأفلام، جيد في التخطيط، يحب النهايات السعيدة في القصص والأفلام، جيد في التخطيط، يميل حب الكشتات والطلعات البرية، يحب الأماكن المفتوحة غالبا الأماكن الساحلية، قد يكون ناحية الساحل ناحية البحر ناحية كذا في هذا الأشياء. هو في الربع الخالي ساكن في الربع الخالي في البر ساكن في البر بس قريبين من الحسن كل هذا هو البر كله إيش هذا. طيب ملي حلم هذا هو مركز علي عنده حنين يا حسن عنده ما ركز علي يمدا في نص جبهه حسن عنده حنين للماضي اي والله مشتاق للبل مشتاق له جيت على الجرح يا ابو روان. طيب هو القهوه هذه بتلعب فيني اليوم مرة طيبة سهرني ما في شيء من امراض اليوم ريالتي عالي بعزوز خلاص تقول معروض تقول معروض جاي قدم عند خلاص ما ادري لا انا اسمع هو طبعا
أظن والله أعلم أنه ما أخذ إجازة من العمل بدون راتب. ما نوم؟ ما نوم؟ ما أدري أظن موظف صح؟ أي موظف لازم أخذت إجازة إجازتي براتب. المهم أنك موظف أسلم موظف واضح أي موظف أي تمام ما شاء الله عليك اللهم صل محمد وش؟ كيف لا دقيقة عند عائلتك غالبا فيها النباهة والإبداع والشهرة والله أعلم. إيه يعني إخواني هي مشاهير ما شاء الله. إن شاء الله عليك. مشكلتك هنا. وين؟ في اليمين. قف لا إن شاء الله. جابة عشان جابة. أبو عبد العزيز أتوقع أن عنده مناقة عشرة والله أعلم. ها؟ أظن عندهم مناقة عشرة كذا وش من هذا. عشرة عشوة 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 هذا عشرة الحرشة عرف دلبل ما بيك حيلة كيف تقول قم شيء أنا يا طيب الله يعطيكم العافية باقي أنا سؤالي خلص بس حاجة ما ذكرت بعض الأحيان إذا القعود مشغول وراح وهج هو يعطف الناقة الله يلاش والله ما أعرف هذه الأشياء أنا والله مو مجرم هي الناقة تفكر القعود ترى إيش يعني يعطف الناقة يعني يشرب حليب منها أيوه ماشي ماشي كمل بالله طفوا مايك حسن أنا أقول حاجة أبنى سود كان وجه فكرت في القرآن أنت من حسن حقيقة حسن أبيض هو أبيض الحين معدوم مرة زعلان معدوم يا أبو رواد والله يا أخي أنت ما أقدر أقول شيء عنك بس بيني وبينك حاجة شو في في حاجة بيني وبينك أبد تم خلاص ما هي مشكلة أعطي اللي أنت تطلع هذا خلينا نقول انت معك ابرواني هنا جيت مره ثانيه من مكه لاجيب حسن معك اي والله طيب يعني غالبا تحليل الشخصيات اغلب الموجودين حيكون في تشابه لان انا احلل من ناحيه علاقه صاحب التوقيع مع الاهل علاقته مع الاخرين والاصدقاء علاقته مع البيئه مع التخطيط انا زايد في التخطيط يعني منجز لكن المشكله انه ما شاء الله تبارك الله مثل الديزل ما يتحرك الا بعد ما يسخن فتره وبعدين ايه انس ايوه لكن اذا قام ينجز على طول انس انس التواصل بصري يرفع الصوت دوما يحكم على الاشياء من خلال ما لا التواصل عنده سمعي يحكم على الاشياء من خلال ما يسمع دوما الكلمات اللي عنده يقولها دوما اسمع يحب الصوت المرتفع ما عنده مشكله حتى لو ما نظر فيه ضحكته هذه التحليل بالله طيب. ما في شيء يضرب شيء يضرب حسن لا 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 تنقص تنقص شوف المخدة متسامح بس ترى إذا بق ممكن يتضارب معك بسرعة تبالك هذا كل عندك والله اسمع لا يغرك الضحك هذا والله يا رجل ما شاء الله عليك الضحكة ترى داخل حزام طبعا قلبه أبيض يحتفظ بالأشياء القديمة الإشكالية اللي عنده بس في زيادة الجسم جات الوزن يعني ترى رشيق وسريع سوي عمليه تسوي عمليه على الشمران تسوي عمليه ابو روان في شيء هنا ايش هو حلو بس على الشمران تسوي عمليه اخر واحد على الشمراني في حاجات مخفيه عنه شباب المتاخرين ابو روان حسابهم عند حسن ها لا إيه الله يسامحك طاب ذمتك حسن اليوم القيامة الله يسامح عندي السمراني هذا مؤشرات موهبة وإبداع عنده جدا مرتفع ما شاء الله ما يا أخي من الجنوب محاور جيد كريم مع الأهل والأقارب الآخرين الأصدقاء عنيد أما الإصابة واضحة ما يحتاج دليل ثابت أبو عزوز يطالع فيك يقفل عنده إصابة تقول لا ما بني شيء ما يقدر ها فرمان بغى يشوف كذا بغى يقول عنده إصابة فلا لا لا مو بس برضه هنا عنده مو شرط أنها تكون مو لازم تكون اللي في اليد طيب أيوه وجيد في الحوار ما هو الحوار حق الناقة الحوار محاور جيد محاور جيد أنا معاطف في شيء مسوف عاطف إصابة في القدم قديمة العواطف كيف أخبارها والله كلها عواطف هذا منو في حاجات ما أقدر أقولها أنا إيش أسوي تكفى علينا ما أقدر علاقة حب
علي حبي اشياء ما يبغى يقولها علي يا جماعه يحبه ما حد يحبه ما حد يحبه لا عند علاقات اصبر اصبر يا شيخ خلاص يا ابو تحليل خلاص ابو عبد العزيز خلاص قفل حللوها في فرنسا حللوها ارسلوها صوب لندن للتاكد نبغى عويد يا ابو رواد ابو رواد نبغى عويد لا 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 بالله لا لا والله عويد انا في الطريق لا يا شيخ لا انا عندي حاجات انا والله باخذ لي كرتون خلي بشيخ اختم بس الله يسعدكم والله يعلم الله احنا كنا مخططين على نجلس معكم ساعه واحده والوقت ما شاء الله يمشي جدا جدا والله استمتعنا معكم واستانسنا بكم واشوف كذلك ضيوفي ما شاء الله مبسوطين يعني يعلم الله الوقت مشى بسرعه وممنوع السرقه يا فارس لك واحده بس يا فارس ودنا بس بي يعني زي ما تقولون ارائكم الاخيره في لقائنا عشان نختم كيف وجدتوا زيارتنا يا أنس؟ والله زيارة ننتظرها من زمان من بداية البرنامج الله يسعدك لكن مطوا من جاء مرحبا والله مسهلة ودنا والله طولتوا معنا أكثر وإذا الله. معكم مجال تمددون معنا والله نسعد الساعات معنا اليوم والله الله يرحمه زيارة سعدنا بها جدا يسهل. اللهم لك الحمد مرحبا والله مسهلا انت وضيوفك يا ابو عبد العزيز الله يرحم والديك اخوي سلطان يا مرحبا ومسهلا نحب المدح منك ترى يعني. الله يطول عمرك يا ابو عبد العزيز ما شاء الله قلت لك احنا نستانس بك ونفرح عزيز الله يسعدك ودنا نسمعك حتى لو وقت بسيط كيف انت جاي معك ضيوف قليل ما شاء الله يبارك من الضيوف اللي من عليهم من اول دقائق هذا الضيف اللي معناته ما شاء الله انك انه محبوب وانه ما في إضافة لك ما شاء الله بيض الله وجهك ومعروفين ومشاهير ما شاء الله تبارك الله والكمثرة والله يحييكم حتى الشيخ استمتع يقول نبه أقول حتى الشيخ استمتع عنه بتحليل جزاه الله خير الله يسعدك ويبارك الكمثرة يقول والله العظيم إنها من أسعد الأيام والله العظيم الله يبارك إني مستانس من كبر ما أنا مستانس ما ودي إنكم تروحون إلى نهاية البحر الله يرحم والديك بيض الله واحد منكم ودي إنه قد يروح والباقي أعرف أنا أعرف الفرالة من داية والله أنا سعدت بلقاكم والله الله يسعدك فارس وراك أحد فارس لا لا والله انبسطنا معك أبو عبد العزيز أنت وحسن وعويد وأبو روان وصراحة ما كانت رسمية كانت كلها ضحك وناسة وفرفشة وأتمنى أنك تكرر الزيارة هذه بدون حسن صريح يا ولد قلت لكم تندمون أبو ملحم قلت لك لبيك عطنا أقول أول شيء مرحبا والله ومسهلا في قناتكم الله يرضى عليك وأنا والله النظيفان عندكم ومرحبا ومسهلا بك وبالرجل اللي معك من أهل الجنوب كل أبوهم كل رجال فيكم فردا فردا كيف وجدت الزيارة؟ الزيارة والله أنا خفيفة لطيفة ونفوسكم خفيفة والضحك والطقطقة والهب رسمية وكل أبونا خذينا وعطينا معكم يا مرحبا وهذا زين ما ما فيكم يا أبو عبد العزيز والعيال الناس واجد بيض الله وجيه الله يسعدك أول إي والله والله العيال الناس واجد أبو ذي عبد العزيز أنت صادق فرزان ها؟ ابن فرزان والله يا أبو عزوز انك اشرفتنا وسعدتنا حمنا وهنا قبل ما فتحت البث نباك تزورنا وبكره وبكره قربنت لكن على ما قالوا جيت معك بالخير بالاعلان الطيب هذا وبروح على شخصيتنا وعبيد اعطانا بعض المواقف الشهره نصحنا فيها وحسن اونسنا فالله يحييكم تحيا السيل ومبطا من جا جيتوا معكم الخير والاعلان الطيب والله يحييكم تحيا السيل الشمراني الله يحييكم تحيا المطر يرضى عليك وبالعكس اي واحد جنوبي تلقى محي الجلسه للشباب وشي يقول ما نبغى حسن ولا نبغى بالعكس حسن حماوي ترى في زهراني انتبه لبيك حسن مراده لا حسن ولا يهون بروان ولا يهون اخوي عويد احيا الجلسه كلهم من الجنوب ترى ومع عشان كذا شفت جالسة مبين يا سلام الله يطول لي عمرك يا سلام الله يسعدك الله يسعدك شرفنا والله انكم زرتونا ذا الليل والله انا زيارة مبروكة يعلم الله يا سلام الله يبارك الله يطول لي عمرك طيب اخوي حسن كلمة اخيرة في هذا اللقاء وودنا بسؤال اخير في لقائنا في شخص عزيز عليك وله فضل عليك ودك تشكره ودك تذكره بالخير من هو والله يا اخي كثيرين لكن يلا سترك لا يقول ان انا
شكرا منك والله كثيري كذا والله يبغى يدبس كذا هل الجنوب ظريفين يا لا تعب لا تعب والله للامانه كثيرين واخواني كلهم على العين وعلى الراس وعزهم معزه ما يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى ففي شخص يعني او اثنين يعني من الزملاء اللي ما قدرت انساهم مهما خذتني الدنيا ومهما بعدتني ومهما قربت لا يصير جرة الفولس والله العظيم يعني احمد عابد احمد عابد الهلالي السلام وحسين بن محمد الزهراني يعني ذول معكم زود يعني ذول الاثنين للامانه ولا يهونون الباقين والزملاء والاصدقاء والاحباء هذول في القلب يا سلام والله العظيم يعني من اعز الناس اللي كنت اسند عليهم يسندون علي تعرف ابو عبد العزيز عبد العزيز تعرف اللي يجي عادي يحصل ثوبك معلق ياخذ منه على انه خذ من جيبه اها وانك يا سلام هذول من الاخويان اللي انا وياهم زي كذا ما شاء الله فامسي على برضه احمد خميس الهلالي فالله يعطيكم العافيه جميعا احنا من الاشياء من الاشياء اللي على حسن من الاشياء اللي ممكن 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 تصير اذا الله مد في العمر واعطانا فرصه ممكن ناخذ لنا كم واحد بس حسن يقول ما يبغى جره الفول نروح للقنفذة فممكن يستضيفنا حسن يا ولد الملعقة علي والله ما عاد يجيبها أصحون البلاستيك على عيد أما التوزع البروح ممكن إذا الله سهل إذا الله سهل ممكن آخر الأسبوع القادم ممكن نزور القنفذة مرحبا زيارة مليون. مع أحد المتسابقين حياكم الله والله الله يرحيكم اي مروا علي طيب باذن الله انا مستقبلكم المطار يا سلام اخوي عويد هذا اول لقاء لك تلفزيوني مع شباب الواقع وش وجدت الواقع وعطنا كلمه اخيره للشباب والله هذا ثالث يوم في قناه الواقع ما شاء لكن الله لكن المتسابقين استمتعت والله معاكم ومع الشباب وتعرفنا على بعض يا سلام وضحكت كثير وانتم ضحكتم الحمد لله ضحكنا الله يعطيك العافيه حزنا هذا مثل استطعت وما استطعت والله صدق يعني من قوة المتعة أنا ما ودي نمشي بس هذا سكت سكت من حسن سكت فضحت نمشي اليوم عشان حسن اسكت فضحت أنا إلا والله ودنا نجلس ودنا نجلس من بكر معكم حرام عليك يا حسن والله لا خلاص خذوا معنا خذوا خذوا معنا أعطوني سيارة ما نقدر يا أخي سيارة اخاف يزعل علينا اذا سحبنا عليه طيب والله الله يسعدك يا يضارب حتى اخوي صار كيف ضحكت اجل الزياره كانت جدا جميله عويد ها اسمع عشان حسن هذا لو اعطيناه وجه ابو عبد العزيز خلي شوي خلي شوي ورانا صلاه يا حسن خلي الرجال خلاص يكمل خلاص اعطوا كلمه اخيره خلي يسلم طيب تفضل والله بس شكرا اهم شيء تعرفنا على بعض على الوجوه الطيبه هذه نفس الكلام استانس شكرا لكم ضحكنا وضحكتوا وضحكنا كذا ابو روان يا هلا وسهلا انا ترى خليتك في الاخير لانك يعني ما شاء الله انس ما عاد خليت فيها عقل والله ضحكنا كلنا تو نعرف انك ترتب جمل زي هذا الشيء يعني حسن حسن نبغى نصلي ترى بنختم خلاص هذا الله اعلم قويه طيب حسن ضحكنا وضحكتوا حسن خلاص خليها بعدين طيب ابو روان طبعا هذه اول زياره لك ابو روان لشباب البزنس ثلاثه كيف وجدت الشباب في البرامج السابقه والله نبغى يعني لا نظلم القدماء ونعطي ذولي حقه والله شوف طبعا احنا جلسنا مع جميع المواسم نعم. ما شاء الله تبارك الله بس المجموعة هذه والله كلهم مميزين ولا فيهم قصور بس المجموعة هذه مجموعة فاصلة عاد ما أدري هم السبب ولا حسن جرى شيطان من الإنس في موجود لكن ما شاء الله تبارك الله والله عيشونا كأننا هذه أول لقاء نسمعهم ونشوفهم نقابلهم على الطبيعة لكن سبحان الله كأننا جالسين معهم من سنوات طويلة والله إنهم يعني
فتحوا قلوبهم لنا و ضحكنا وضحكنا كلنا ضحكنا. طيب وش رايك في سلطان اللي يقول كلنا قطين وجهنا؟ وش هذا اللي ضحكنا كثير. الله يسلمك. اي واحد يتوفر له منبر اعلامي بغض النظر قط وجهه ما قط وجهه يقدم شيء للمجتمع يفيده. يا سلام يا سلام. الرجال يضحك. كان الشيخ حسن يقول انا قط وجهي فانا جيت بوضح قلت كلهم والله اني تعورت بس ابشرك جت سليمه. بالعكس انت هالمحل الربع على الضيون جايين معك انا ما ندخل. لبى قلبك لبى قط وجهك يا رجال. الله يسعدكم صراحة. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الجميل. الزيارة الجميلة صراحة ما كنا متوقعين هذا الأنس وهذا سعة الصدر في المتسابقين ما شاء الله في الأيام الأخيرة وأنفسهم وروحهم عالية. نشكرهم صراحة على حسن الاستقبال على حسن الضيافة الكرم. بيضوا الوجه مع ضيوفي بيض الله وجيههم وإن شاء الله إن شاء الله الأسبوع القادم يكون لنا زيارة بإذن الله. بيض الله وجيهكم. بيض الله بيض الله وجيهكم. في نحب بس تذكير في الأخير في آخر هذا اللقاء لا ننسى جمعية وادي عمود في جيزان بتبرع للوقف اليتيم الأول ولو بالقليل. أوقات تمضي والعمر يمضي ولكن نجعل شيء لله سبحانه وتعالى يقف بيننا يوم القيامة أمامنا في سحابة في ظل عرش الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء في ظل صدقته حتى يقضى بين الخلق. فنقدم ولو بالقليل. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. الجمعية حققت أرقام جيدة وصلوا 50% وإن شاء الله في الأيام القليلة إن شاء الله يكون تغطية الوقف وأنتم قدها بإذن الله. نسأل الله يتقبل منا ومنكم. ونتذكر أنت من يحتاج لهذه الصدقة. اليتيم غير محتاج، أنت المحتاج. فقدم ولو بالقليل. نسأل الله يجعلها في ميزان الحسنات. وإلى لقاء آخر في أمان الله. السلام عليكم.